نتمنى ربي كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنعاود معكم الحليب ديال السوجا. ديجا عندي في القناه ديالي تلقاو الرابط ديالو تحت في صندوق الوصف. كنت درت اربعه ديال الانواع ديال الحليب، ولكن هضروا معايا بزاف ديال الاخوات قالوا لي ما فهموش بالضبط الحليب ديال السوجا كيفاش خصو يدار ليه وشحال الوقت خصو يطيب وكيفاش يتصفى اكسيتيرا اكسيتيرا. رغم اللي رجعت لقيت بصح حرقت بزاف ديال المراحل، يعني ما وضحتش مزيان الحليب ديال السوجا كيفاش خصو يوجد. اليوم غادي نعاودوه عاوتاني. راه عندي هنايا هاد اللبن هذا ديال السوجا اللي رطبتها ديجا ليله كامله في الماء، هاد البول هذا ولكن عامر مزيان. المهم هاد لا كونتيتي غادي ندير غتخرج ليا 2 لتر ديال الحليب. عندي واحد الساشي ديال سكر لافاني، هو الا كان داك العود ديال لافاني غادي يكون حسن وحسن، ولكن انا ما عنديش، اكتفيت يعني قضيت غير بهاد الساشي ديال سكر فاني. سكر فاني ماشي على الحلاوه ولا شي حاجه، انا بغيت غير لوغو ديال لافاني، يعني نبدل داك لوغو ديال نبدل داك المذاق ديال السوجا. غادي نحلي بما انه عندي هنايا 2 لتر ديال 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 الحليب، كل لتر ب4 ديال التمرات. عندي هنا 8 ديال التمرات بهم غادي نحلي، وباش يعني هادشي الخير كله ما يفقدش ديك القيمه الغذائيه ديالو غادي ندير ليه الماء المعدني، ما غاديش ندير الماء ديال الروبيني، ما غنديرش الماء ديال الروبيني، غندير هذا الماء المعدني. المهم باش ما نبرزتكمش بالميكسور غادي نحبس حتى نطحن هذا الخير ونعاود نرجع. شكرا. فوالا من بعد ما طحنتو كيجي على هذا الشكل هذا. كيجي على هذا الشكل، كيجي خاطر. مازال غنزيد فيه الماء، يعني هاد لا كونتيتي هادي غادي تعطيني. هو ممكن تحلي بالتمر، ممكن تحلي بالعسل الحر الى عندك، والسكر لافاني تيبقى غير يعني غير المذاق غير لوكو باش تجي ديك الريحه ديال. صافي غادي نردو على العافيه ملي يبدا يغلي. ها نتوما معايا ولا هو من بعد ما بدا كيغلي، في الاول راه كيعطي بزاف ديال الكشكوشه، ولكن ملي صافي كتعرفيه باللي طاب صافي وجد هاد الكشكوشه ما كتبقاش، يعني كيرجع صافي ترجع هكا ما فيش الكشكوشه صافي تما فين كتعرفيه طاب. على عين هاد المقدار هذا اللي وريتكم في الاول ديال السوجا خدا ليا 2 القراعي ديال الماء تقريبا، ماشي تقريبا، 2 لتر ونص. لا بلوتو حيت كل وحده فيها اترون صالو 3 لتر ديال الحليب تبارك الله اللي عطات. مازال غادي يغلي تقريبا، غادي تحيد منه ديك 4 لتر، غادي تبخر واحد 4 لتر، غادي تبقى واحد لا كونتيتي لا باس بها، يعني ديري واحد 4 ايام ولا 5 ايام راه مزيان. هذا ديال السوجا كيصبر بزاف حيت كيطيب، يعني كيطيب و ديجا القراعي ديالو معقماهم وهذا، راه غادي يبقى لي واحد 4 ايام ولا 5 ايام ان شاء الله. هذا ما كان غنخليه يغلي مزيان، ولكن يدك ما كتحبسش من التحرك. علاش؟ حيت ديك النشا ديال ديك النشا اللي كتكون في السوجا كتنزل لتحت، الا تحرق ما كيبقاش لا البنه ولا الفايده، ما كتبقاش فيه، يدك ما تحبسش من التحرك. نقصي العافيه على المهل، العافيه في الاخر ديالها، ولكن يدك ما تحبسش على التحرك. دوري هنا وهنا وقدي شنو عندك، وفي نفس الوقت تفكري بلي راه عندك الحليب على الغاز وحركي. فوالا غادي نبقى على هذا الشكل، نستمر على هكا حتى يطيب ونوريه لكم ان شاء الله.
ولا حيت عندي لا كونتيتي كثيره، خليتها طابت واحد نص ساعه يعني، ملي بدات كتغلي حسبت لها نص ساعه، بدات الكشكوشه كتنقص، ما خصهاش تبقى بمره باش الحليب ما يخسرش. انا هاد الكشكوشه كلها خصها تحيد، خصها تغلي حتى تحيد هاد الكشكوشه بمره. المهم باش ما نطولش عليكم، نتمنى نكون وضحت مزيان الاخوات اللي قالوا لك الحليب ديال السوجا ما فسرتيهناش مزيان. هو هكايا يعني، طحنتي ودرتي في المرميطه، وملي بدا كيغلي تحسبي نص ساعه وتشوفي عينك ميزانك، كل ما طاب كل ما كيصبر اكثر. يعني هاد الكشكوشه هادي خصها تحيد. دابا غنحبس هنايا، غادي نحبس الكاميرا هنايا، ملي غادي يبرد وملي غنكون نصفيها نتوما معايا ان شاء الله. فوالا، من بعد ما كملتو في الطياب سخون، غادي نصفيه في هاد الكيس هذا. ما عرفتش كاع كيفاش غندير، بغيت غير نقرب لكم على عين بلا ما سخون الطنجرة. غادي ندير غادي نديرو في هاد الكيس هذا هو سخون، ديما لي بيتيز ديما. غادي ندير ليه هكا، سخونة كنتمنى ما نكونش طولت عليكم الفيديو، ولكن انا غير كنفسر الاخوات اللي قالوا لك كيفاش وهذا، قلت من الاحسن ندير قدامهم كلش. صافي غادي نبقى على هاد، نشوف فين علاش غنحطها ونخليها تقطر غير بشويه على ما تبرد، نشوف كيفاش نحط هاد هاد الساك هذا هكا ونخليه حتى يقطر الحليب ويبرد. وانتوما معايا، خصني يعني هاد السوجه هادي خصها تبرد باش نعصرها وناخذ داك داك الحليب ديالها، يعني ماشي غير تصفي وتلوحي وصافي، لا تعصريها مزيان باش تاخدي الحليب اللي فيها. هذا ما كان، انا حبست نعاود نرجع. ورا من بعد ما كان نكملو كيجي على هذا الشكل هذا. كيجي على هذا الشكل. نتمنى تكون الفكره وصلت. وبالنسبه للخوات اللي قالوا لك ما فهموش الحليب السوجا هادي، المهم كيدار ليه هكا. ونتمنى تخليو لي الراي ديالكم في التعليق وتشجعوني، وشكرا بزاف ودعموني بالبصمه الا جات على خاطركم. الله يجازيكم بالخير، ميرسي بوكو.